بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتان حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال ترأس سموه وفد دولة الكويت في أعمال الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مشيدا سموه حفظه الله بما توصلت إليه هذه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل المشترك وبما يعود بالنفع على الدول العربية، معربا سموه من عن أطيب التمنيات لأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل التقدم والرفعة والازدهار في قيادته الحكيمة.